في حاجة اسمها موارد ليا وانا عندي موارد. ايه الموارد اللي ممكن تبقى موجودة عند الانسان يا جماعة؟ يعني انا مثلا ايه الموارد اللي ممكن تبقى عندي، او حضرتك ايه الموارد اللي عندك؟ بالظبط، اهم حاجة الفلوس دي مهمة، لازم نسمعها. الصحة، الوقت، الصبر. جميل جدا، صح. يبقى احيانا ممكن يبقى مواردك فلوس، فازاي تدير الفلوس اللي معاك دي حتى لو كميتها قليلة؟ فدي من اسباب النجاح، احيانا بنغفل عن ذلك. اللي عنده قدرة على ادارة موارده كويس بينجح. فلوس قليلة تديرها كويس ممكن توصلك للنجاح. بتدير وقتك كويس، انما انت ايه، بعضه ايام، فاذا انتهى بعضك انتهى عمرك، صح؟ فإدارة وقتك دي مهمة جدا. مجهودك، الافورت، بتوزعه ازاي وبتوزعه في ايه؟ بتوزعه في شيء فعلا هيفيدك لنجاحك ومستقبلك واهدافك، ولا بتوزعه فين بالظبط؟ علاقاتك بالاخرين بتديرها ازاي؟ فانت محتاج تعرف ايه الموارد اللي عندك وتديرها، ساعتها هتخلي حياتك اكثر فاعلية وتدفعك الى النجاح. القاعدة الثامنة، أنا عارف إن أنا طولت عليكم بس خلاص هانت. القاعدة الثامنة بتقول إيه؟ Managing your resource. القاعدة التاسعة آسف بتقول إيه؟ Every level of success bearing new challenges. يعني إيه؟ يعني كل مرحلة توصل فيها للنجاح هتوديك لمرحلة تانية، فاستعد لذلك وخليك قابل دايما للتأقلم على التغيير زي ما اتفقنا. وما تيأس حتى لو انت موصلتش ومحتاج تعدل جزء من هدفك. فانت طول ما انت ماشي في طريقك لنجاح هتبقى ماشي في بروسس او في دايرة. تعالوا نشوف البروسس دي كده مع بعض، بس قبل ما نروح للإليفنت هنشوف البروسس دي مع بعض كده. بص كده، ست جول، يعني ايه؟ حط هدفك. هنبدأ من الشمال فوق يا جماعة، ست جول، بعد كده تراي، جرب، بعد كده observe result، شوف النتائج، وبعد النتائج reflect، شوف رد الفعل، وبعد كده اعمل، نمشي بقى بالسهم يمين، هنلاقي adjust and improvement. عدل في هدفك، لان الحياة احنا مش ماشيين في حياة ثابتة يا جماعة، احيانا بنتعرض لمواقف، فمحتاج كل فترة تقعد مع نفسك تقيم هدفك تاني وتعدله وتظبطه وتشوف النتائج وتتابع اول باول وتاخد الفيدباك وهكذا. ولكن كل فترة على مدى بعيد يا جماعة، مش اللي احنا بنعمله اللي هو كل اسبوع بغير هدفي واقطع ورقة. الامتع اللي انت تتعلم على حاجة انت عملتها، مش كل شوية تغير، لكن في نفس الوقت محتاج كل فترة على المدى الطويل ان انت تقيم. وما تقولش انا حاولت لكن، زي صاحبنا الفيل ده، ما تقولش I try but. طيب ممكن هنعيد الجزء ده تاني بس بعد ما نعرف قصة الفيل ده اللي جابوه من غابة، وكان صغير جدا بصراحة، وكان صغير وربطوه بسلسلة، فكان حاول اللي هو يفك السلسلة دي، الحقيقة ما قدرش لأنه كان صغير جدا. حاول كمان مرة ما قدرش، المرة التالتة اتعور، فكبر الفيل وبقت السلسلة صغيرة جدا على حجمه. خلينا بقى نسأل سؤال، هل حاول يقطع السلسلة؟ الحقيقة فعلا لا، هو بطل يحاول. بطل يحاول ليه؟ لأنه قال I try but أنا حاولت ولكن. فاحنا مش عايزين نقول أنا حاولت ولكن، حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة وثمانتاشر وعشرين، صح؟ طيب نرجع للنقطة دي نوضحها تاني. نيجي عند نروح عند الناحية الشمال، set goals، حط هدف. بعد كده ننزل مع السهم هنلاقي try، جرب. بعد كده observe result، شوف النتائج. بعد كده reflect، قيم. بعد كده لو حسيت اللي فيه تعديل او الظروف ودتك لاتجاه تاني او هكذا، اعمل adjust and improvement، عدل وطور في هدفك، وجرب تاني وشوف result تاني وهكذا، وهي سلسلة مستمرة مش هتقف.
آخر قاعدة من قواعد النجاح بتقول إيه؟ بتقول success is the process never ends. النجاح عملية متواصلة لا تنتهي. أنا بصراحة المقولة دي كمان اللي مكتوبة تحت في مش هي دي اللي أنا كمان ببقى متشجع ليها قوي. في مقولة بتعجبني أكتر للإمام ابن الجوزي بيقول فيها إيه، بيقول فيها: إذا استطاع العبد الوصول إلى القمر وارتضى العيش فيه فهذا نقص في ديني. تاني بيقول فيها: إذا استطاع العبد الوصول إلى القمر وارتضى العيش فيه فهذا نقص في ديني. يعني ايه؟ يعني انت وصلت لمرحلة معينة، وصلت الى القمر اهو، ومبسوط بقى ان انت وصلت لأعلى مرحلة، هذا نقص في ديني. فلازم دايما يبقى عندك سعي للتطلع الى الاعلى والاعلى والاعلى، وطموح ما دام من اجل الحق وما دام من اجل النجاح. اخر حاجة هقولها لحضراتكم، اللي احنا بنحيا في هذه الدنيا، او بنحيا عامة مش حياة واحدة بس، بنحيا 3 مراحل من الحياة. الحياة في الدنيا، والحياة في القبر برزخ، والحياة في الآخرة اللي هي تكون في الجنة إن شاء الله بإذن الله. وعايزين دايما تبقى زي القلم الرصاص. القلم الرصاص ده كان فيديو كنت محضره لحضراتكم، بس عشان الشيرنج مش شغال عندي فهحكي لكم قصة القلم الرصاص ده. لصاحبه قال له قبل ما يبعته للدنيا، قال له: خد بالك اللي انت هيبقى ليك بعض حاجات كده مهمة لازم تعرفها قبل ما تنزل تبدأ تشتغل. قال له: اعرف ان الحاجة المهمة هي جواك. قال له: اعرف ان انت هتتعرض لبري كتير طول ما انت بتشتغل. اعرف ان انت عندك استيكة تقدر تمسح بيها اي خطأ او اي شيء عملته بعد كده. اعرف ان انت لازم تسيب بصمة. فكلنا القلم الرصاص هدفنا اللي احنا عايزينه جوانا، لازم نسيب بصمة. ولو تعرضنا اللي احنا عملنا حاجة غلط ممكن نمحيها بالاستيكة ونعمل بعدها الاحسن والاحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خيرا. نشكر الدكتور عمرو، جزاك الله كل خير، والمحاضرة كانت ممتعة جدا. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. شكرا ليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، السلام عليكم. دكتور عمرو، نرجو غلق المحاضرة من عند حضرتك. السادة الحضور، سيتم غلق المحاضرة.
دورة الفوتوشوب تم إضافتها على الموقع، تم إضافتها على الموقع. الفايل سيتم تحميله على المنتدى إن شاء الله عز وجل. دكتور عمرو لو حضرتك معانا تغلق المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، السادة الأعضاء، نغلق الآن المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خلاص الشهادات إن شاء الله عز وجل اعتبارا من أول شهر 8 هنقول لكم إيه موقف الشهادات إن شاء الله. بداية من شهر 8 إن شاء الله عز وجل هنقول لكم موقف الشهادات. طيب نرجو بقى منكم جميعا إن شاء الله المشاركة في أنشطة الموقع سواء الدورات محو الأمية أو خلافه، يعني نرجو إن احنا نأخذ ونعطي إن شاء الله. السلام عليكم. الفوتوشوب تم إضافته. السلام عليكم، نقفل بقى المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.